ويعني وأيضا ينبغي على البنت ألا تلبس لباسا فاضحا أمام أبيها. يا جماعة بعض البنات أحيانا تكون في شبابها وجسمها جميل أحيانا ونحو ذلك وتلبس لباسا ضيقا من هالبنطلونات والبلايز القصيرة وتخرج إلى أبيها، برضو أبوها شاب ربما فتن بابنتها عوذ بالله، وربما يعني إذا سلم عليها أو قبلها أو ضمها يكون يعني ربما أن الشيطان يؤزه لبعض الأمور. فأنا أدعو أيضا مثل هذه البنت وغيرها إذا كانت يعني في مرحلة شبابها ألا تلبس لباسا سيئا أمام أبيها، أو ربما أبرزت شيئا من ثديها أو نحو ذلك بناء على أنه أبوها، لكن يبقى أن هذا الأب شاب فلا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق. الأمر الثاني، لا تخلو بأبيها، لا تجلس لوحدهم في غرفة لوحدهما، ولا إنما تحرص أن تكون الأم موجودة أو إخوانها موجودون أو نحو ذلك إلى أن ييسر الله تعالى لها وتتزوج. من رجل في الغالب سبحان الله يعني خلقها الله تعالى أقوى من طبيعة جسم المرأة، لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء أحيانا، ويحصل على ما يريد بالصراخ وهي تحصل على ما تريد بالبكاء والعاطفة منه. الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك، صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي، ما يفهم البعير ومنك هذا الكلام، الجمل ما يفهم إلا بالضرب، الحمار ما يفهم إلا بالضرب. واحد من الشباب ذهب مرة إلى إحدى البلدان يقول ودخلت إلى ما يسمى بالسيرك، هذا اللي عندهم بعض الأشياء ويطلع أحيانا الحمام من قبعه ونحو ذلك. يقول فجاءت امرأة وأخذت تصعد على الجدار كما يمشي النمل على الجدران، عجيب يعني من غير شيء يمسكها، ليس هناك حبل ولا شيء، كيف استطاعت هذه أنها تفعل ذلك؟ يقول فتذكرت أن إمام مسجدنا حدثنا أنك إذا قرأت آية الكرسي الجن يهربون. يقول أيقنت أنها تستعمل الجن يحملونها، الجن يروننا ولا نراهم. يقول فاقتربت من المسرح الذي فيه السيرك هذا، جئت إليه واقتربت وهي تصعد وتبعد يدها هكذا يعني على أنه حركات سيرك. يقول فجئت وقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول وقرأت فوالله ما انتصفت في الآية إلا وسقطت أرضا. اطلعت على أحد البحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز في القرآن لبروفيسور نسيت اسمه حقيقة الآن، لكن بروفيسور مسلم تخصص فيزياء الماء. يقول الدكتور إن الماء عادة إذا قرأت عليه كلاما طيبا، لو أحضرت ماء وقلت أنا أحبك أنت جيد أنت كذا، يقول إن جزيئات الماء الموجودة تتشكل تشكلا حسنا، وإذا قلت كلاما قبيحا تتشكل تشكلا سيئا. هذا الكلام مثبت علميا يعني. ثم قال كنت في مؤتمر لفيزياء الماء في كندا، ففي فترة الاستراحة قالوا إيش رأيكم كل واحد يقول كلام في الماء الذي بين يديه ونفحصه عبر المجهر وفي مكبر بروجكتر يكبر. قال فكل واحد أخذ الماء وفتحه وبدأ يقول كلام ويكتب رقم الطاولة عليه يقول فلما رفعت الماء إلى فمي كنت أن أقول I like you أنت good، لكن ليش أتكلم، خلني أقرأ قرآن. قال فقرأت الفاتحة في الماء ثم وضعت رقم الطاولة، فلما وضعوا نقطة منه وفحصوها فإذا هي أجمل كل الصور الموجودة من الموجودين. يقول فتعجبوا قالوا هذا تبع من رقم الطاولة؟ قلت والله هذه تبعي. قالوا الماء هذا أحضرته معك أم هو موجود أصلا؟ قلت لا والله هذا موجود أصلا، هذا الماء الذي عندكم. قالوا ماذا قلت؟ قلت قرأت فيه قرآن. قالوا غير معقول، هذه التشكيلة أول مرة في حياتي لا نراها، هذا غير معقول، خذ هذا ماء جديد أقرأ فيه من جديد. قال فأعطوني كأسا جديدا، فقلت ما دام المسألة التحدي سأذهب وأتوضأ. هذا وأنا ما توضيت. فذهب الأخ وتوضأ يقول وجئت وأخذت الماء وقرأت فيه سورة ياسين كاملة. لكن لماذا جعل الله تعالى في شهادة
الدين. لما قال عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، طيب يشهد رجل وتشهد امرأتان، لماذا اشترط الله تعالى أن تكون امرأتان؟ قال إما أن يكون شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. قالوا لأنه المرأة يستطيع الرجل عادة أن يتكلم في غدة الرأس، يستطيع، أنا نسيت اسمها علميا، وهذا موجود في الإعجاز العلمي، لو واحد دخل إلى أي موقع يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن سيجدها مفصلة يعني. قال إن المرأة، إن الرجل عفوا يكون عنده غدة في الرأس تستطيع أن تقوم بوظيفتين، التذكر والكلام. نفس الكلام اللي كان في الوقت نفسه، نعم، تتذكر، تقوم بأمرين في نفس الوقت، تتذكر في الوقت نفسه تتكلم. أما المرأة فالغدة تقوم بوظيفة واحدة، إما تتذكر وإما تتكلم. فقال الله عز وجل فرجل وامرأتان، ثم قال عن المرأتين أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. ما فتصبح واحدة تقول أيها القاضي أنا رأيته استلف منه 10,000 ريال في المكان الفلاني، فتقول الثانية لا لا ترى ليس هنا، المكان اللي قبله، قالت أوه نسيت صح.